النوبيون كانوا أصلاً متدينين بالفطرة حتى في عصر ما قبل الديانات، ولذلك العمامة النوبية ذات مغزى. هل تعلمون أن هذه العمامة بأمطار معينة؟ 5 أمتار. لو نقصت عن 5 أمتار فلا تسمى عمامة. وما مغزى العمامة عند الإنسان النوبي؟ أنه يحمل كفنه ومستعد للموت في أي لحظة. يبقى إذن الإنسان النوبي متدين بطبعه. وحينما من الله على النوبيين بالإسلام، هنا نقطة، أن النوبيون كلهم تحولوا مرة واحدة ودفعة واحدة، وحولوا أغانيهم وأهازيجهم إلى أغاني إسلامية، مديح سلاد وسفين، وقيل حتى في كل شيء. إما رمارين تودا يا صلى النبي صلى كده لا يعني مارين تود وصلى النبي لا شوف المار غير ماري المار يعني يقول لك ايه دنيري ماريلا غشكو غاليا فالمار هي الحي او البقعه او المنطقه هاي ايوه المار كويس انما ليست لستنا خلاص و قال لله يا رب بسم الله فيقول هنا كل الطقوس صلى الله والنبي عن الحصاد كل هذه تغيرت من النقيض إلى النقيض في ورهاوي وهذا السرب الهائل في موسم الهجرة إلى الشمال هنا أيضا هذه السروب والسرب الهائل كانت لها طقوس من أهل النوبة على كل الأطياف كلما يجدوا هذا السرب يقولوا وارهاوي وارهاوي فاطمة بينسكا هج الهجازل جو دم 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 كر سلامه